أحسن الله إليك. اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلا له، وبعد فترة غير رأيه وأراد أن يبيع هذه الأرض، وما بيعت إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات، مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله؟ جزاك الله. ليس عليه زكاة في ذلك، يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيرها وعرضها للبيع وبقيت لم يشتريها أحد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فليس عليه في ذلك زكاة، لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة، في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح. أما هذا فإنه لم يطلب ربحا، ولكنه زلت رغبته عن هذا المال فأراد بيعه، فليس عليه زكاة ولو بقي عدة سنوات، ولو باعه بربح. لكن إذا باعه وبقي الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة، الزكاة في الدراهم.